معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. أدوات مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك؟ بس يا فندينا يا كلب، مين اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شربيه. طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى عشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله انت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تطلقي انتي؟ ليه يا أختي من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاك ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبون اللي جوه تجيب لك واحدة عالزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فوطة صفرة. عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. أصل انتي ما بتخلفيش. انت بنت حلال مشا، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الآدمية دي سيبناها للحكومة، إنما هنا الكفاءة هي الأهم، وأنت أثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهادة. مساء الأنوار يا برنس. شلبي أمرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي أمرني. فكها شوية يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، أنت أمير يا شلبي. تلميذك. Go! I go! بوسي؟ انت مش هميلك قربت ولا انا بيتهيأني؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قربت. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ. وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانتي وشطارتك بقى. إفيه، أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبداً. هنا في الأوضة ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة.
بقول لك ايه، روحي رشي ولا بخري ولا اعملي لك اي منظر. مش في الاوضه يا ستي. امال فين؟ في الصاله كلها. بنتي يا بيسا، انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود، انت هتشلديني يا بنت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بنتي يا بيسا، انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الحق يا كبير. خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله هليل. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه. نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك يا عجة، خميس دماغه انشف من ريق العطشان، غلوب بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجة؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه، بس ده كده بقول لك ايه؟ ده امر، امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاجه. الرجالة بتتواجد! ما بيخبوش رجالة في الضلمة! ودي مرسالك! يلا 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 معلم. ما انتهت لانك انت ما راح تموت، ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. ايوه علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيله صغيره وكبيره عن زياره خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامه. سلام. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا اما، عامله ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعدة زي قبضة قطعة اهو. ده انا حتى العشاء ما اتعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرة، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف؟ انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف إن التركي أكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها. انما يا بنت الحلاوه دي من امتى؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طعم الحنيه ده؟ انت يا حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه لي احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعة اليوم إياه ده كنت واحد تاني خالص. أهلاً. مش هتدخل تغير هدومك ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أصل أنت النهاردة خيالك شاطح لبعيد، بعيد قوي. بص عاوز أقول لك على حاجة،
انا جاي من شغل مهدود وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بص يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكلب.